واحدة بتقول زوجي راجل عصبي واحنا متزوجين من 10 سنين وهو ما زال عصبي ومش بيدخل الكنيسة ابدا الا في الافراح والجنازات، وهو بيشتم بافظع الشتايم، واول ما يدخل الشقة يبتدي الخناق وعلو الصوت ومعايا طفلين اعمل ايه؟ اللي عايز اقوله لك، زوجك بقى عصبي بعد الزواج ولا قبل ما يتجوزك كان عصبي؟ ان كان عصبي قبل ما يتجوز ليه اتجوزتيه؟ وان كان عصبي بعد الزواج شوفي ايه اللي خلاه يبقى عصبي في حياته الزوجيه. دي حاجه. تاني حاجه، جايز له ظروف خارجية بتسبب له العصبية، يعني حاجات خاصة بالشغل، خاصة بالرزق، خاصة بمعاملات الناس، فبيجي تعبان من الظروف الخارجية، فيعني احتمليه شوية وربنا يساعده ويهدي اعصابه. اما كنا انه ما بيروحش الكنيسة وبيشتم برضو، هل انتوا عشتوا حياة دينية من اول يوم في الزواج ولا كان كده برضو من زمان؟ انا بستعجب من الستات اللي ما بيكتشفوش تعب الزوج الا بعد ما يتجوزوا. على رأي واحد بيقول قيل لي ان الحب اعمى، فقلت له لا، الحب بعين واحدة. بينظر بص النقط البيضاء ويسيب السوداء، لكن لو يكون بعينين يشوف دي ودي. فانت الظاهر كنت مستعجل على الزواج، فيعني اللي جاي لك قلت اهو الحاضر يا ست. وهو سد عليك العيشه مش سدد. لازم الناس يتباطؤوا قبل ما يقرروا يتجوزوا مين، ويشوفوا طبعه ايه قبل ما يتجوزوه. مش معقول واحد فجأة يتغير طبعه من طبع الطبع قبل الزواج وبعد الزواج. لازم كان لها مقدمات يعني توحي بهذا، وانت كنت مغمضة عينيكي ونتيجة التغميض بتقاسي بقى تقاسي.